في إنجاز جديد لمملكة البحرين على الصعيد الاجتماعي يعزز مكانتها على خريطة العمل التنموي إقليميا ودوليا، فازت مملكة البحرين ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجائزة البرنامج الخليجي العربي للتنمية في المسابقة الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية في مجال تسويق المنتجات المصنعة منزليا. الوزارة فازت عن مشروع خطوة للمشروعات المنزلية ضمن 4 مشاريع فائزة بالجائزة من بين 59 مشروعا تم ترشيحها للجائزة في فروعها الأربعة مقدمة من قبل 43 دولة في 4 قارات. وقد تسلم سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان الجائزة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود نيابة عن رئيس البرنامج صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، وبحضور جلالة الملكة صوفيا ملكة مملكة أسبانيا، وذلك في حفل أقيم مساء أمس الأربعاء في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قمة الأقراض المتناهي الصغر التي أقيمت برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والشؤون الاجتماعية. مساء الخير سعادة الوزير. مساء الخير، يا هلا، اهلا وسهلا. بداية نبارك لكم هذه الجائزة، ويعني ماذا تعني لكم او ماذا يعني لكم الفوز حقيقة بهذه الجائزة؟ حقيقة انني يعني كبحريني، وأعتقد أن أي بحريني اليوم هو فخور بتحقيق هذا الإنجاز الدولي والإقليمي في مجال تنمية الموارد البشرية. حقيقة البحرين لما كرمت يعني شعرنا بالفخر والاعتزاز للسياسات والتوجيهات الكريمة من صاحب الجلالة الملك المفدى، وكذلك صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومؤازرة صاحب السمو ولي العهد حفظهم الله جميعا. الحقيقة يعني إنجاز متقدم للبحرين أن تعترف، يعني يعترف المجتمع الدولي بنجاح أحد المشاريع الحيوية التي أطلقتها الحكومة لمعاونة الأسر التي تتطلع للاعتماد على نفسها ووضع ودخولها في مجال الإنتاج المنزلي. نعم. لدينا مشروع خطوة، مشروع خطوة اليوم اعتبر من المشروعات الناجحة جدا والبارزة على المستوى الدولي، وهو يقدم للأسرة المحتاجة خدمات متعددة تمكنها من الاندماج الاقتصادي، وتمكنها من إنتاج متقدم منزلي متقدم، وتحصل على مجموعة من التسهيلات من الوزارة وكذلك من بنك الأسرة وبنك التنمية في البحرين. نعم. فالحقيقة يعني المؤتمر المنعقد يتجه إلى معاونة الشرائح الأكثر حاجة في المجتمعات. نعم. فكان يعني تأييد والحقيقة إشادة بمملكة البحرين وبالمشاريع النوعية التي تطلقها في مجال تنمية الموارد البشرية. نعم سعادة الوزير، يعني لو نتحدث عن يعني التفاعل المجتمعي مع مشروع خطوة للمشروعات المنزلية. حقيقة هناك لجنة تحكيم من مجموعة خبراء دوليين درست أكثر من 59 مشروع يصب في ذات الأهداف، وانتقت مشروع البحرين، مشروع خطوة للعمل المنزلي للأسر المنتجة، مشروع رائد على مستوى العالم. نعم. نتيجة لأن عناصر المشروع متكاملة ومتطورة، بمعنى أن الأسرة تستطيع أن تحصل على تدريب متخصص، تستطيع أن تحصل على تدريب نوعي للرغبات اللي هي تحب أن تتدرب عليها، ثم هي تحصل على إسهام جيد من الحكومة للتسويق، تسويق المنتج، ثم نعرض عليها أيضا حاضنات لتشجيع المنتج، ثم نعرض عليها أيضا قروض ميسرة لأن تكبر وتنمو وتندمج اقتصاديا. جميع العناصر في هذا المشروع
عناصر تنموية بشرية ناجحة. نعم. في الحقيقة جميع لجنة التحكيم الدولية هنأت البحرين وأثنت على مملكة البحرين قيادة وشعبا، وجميع الأخوة المتخصصين والخبراء والعاملين الذين أسهموا في بلورة وإنجاح مثل هذا المشروع الجيد. نعم. سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، شكرا جزيلا.